وللمزيد أيضا من المتابعة بينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي شريف عارف. يعني أستاذ شريف، بعد تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضخ دماء جديدة يعني آملا في تحقيق تطلعات الشعب المصري، واللي استمعنا لبعضها من قلب الشارع المصري، يعني برأيك ما هي أبرز الملفات التي تتصدر عمل الحكومة بالتشكيل الجديد؟ أولا، في اعتقادي أن هذا التشكيل وإن كان قد تأخر بعض الشيء، نعم، ولكنه له سبب مباشر في مسألة التأخير، خاصة في اختيار الكفاءات المناسبة حسب التوجيه الذي وجهه السيد الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي. نعم. وعلى أساسه فهذه الحكومة تمثل نقلة كبيرة في وقت هام في تاريخ مصر. نعم. وأعتقد أن بعد بدء الفترة الجديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد أن يكون هناك توجها حكوميا مغايرا أو متجددا يمكن أن يسهم في تطوير المجتمع المصري. نعم. وأرى كما تفضلت سيادتك بالسؤال أن الملف الأول الذي يجب أن تعمل عليه الحكومة الجديدة هو الملف الاقتصادي، وكما هو معلوم أن هناك تغييرات كبيرة في مسألة الدمج بين الوزارات، وأيضا في مسألة اختيار الأشخاص أنفسهم، وربما تبعنا على الأيام على مدى الأيام القليلة الماضية سلسلة من التكهنات والتوقعات، وبعض من هذا التشكيل جاءت مغايرة تماما لتوقعات الشارع، لتوقعات، لا مش توقعات الشارع، توقعات الأفراد الذين يغذون هذه الاتجاهات. إنما الشارع المصري ينتظر ما هو أهم من ذلك. نحن أمام تحديات هي الغريبة والجديدة والمتغيرة والفريدة من نوعها. يعني مصر بما تشهده من تحديات داخلية ومن تحديات خارجية متمثلة في الأزمات التي يشهدها العالم، لابد أن تكون هناك حكومة تلبي رغبات الشعب المصري وتحقق معدلات الأمن القومي المطلوبة، مراعاة الأمن القومي. أيضا لفت نظري في التشكيل مسألة بناء الوعي الثقافي، وخاصة في اختيار وزير الثقافة الجديد. نعم. مسألة جديدة وهي مهمة جدا، لأنه بلا وعي ثقافي لا نستطيع أن نتقدم للأمام. طبيعي. أيضا هناك ملفات يجب أن نعمل عليها بشكل كبير، من ضمن الملف الاقتصادي أيضا ملف المعاشات، ملف الاهتمام بالفئات، مش عايز أقول المهمشة من المجتمع، ولكن الفئات التي تحتاج هذا التطوير، وخاصة فيما يتعلق بسياسات التموين والسلع الأساسية التي هي جزء رئيسي من حياة المواطن اليومي. صح. وبالتالي هذه الحكومة أمام تحديات كبيرة جدا، وأنا أعتقد أن هذا التأخير كان في صالح الوصول إلى تشكيل يلبي احتياجات المواطن ويمكن أن يحدث التغيير المطلوب. يعني أستاذ شريف، كيف ترى أيضا اختيار كامل الوزير وخالد عبد الغفار كنواب لرئيس الوزراء؟ يعني ماذا تعكس تلك الخطوة من وجهة نظرك؟ أولا، هناك اختيارات، يعني أنا أعتقد أنها اختيارات في التوقيت السليم. الفريق كامل الوزير له خبرة كبيرة وممارسة غير طبيعية، بدأت من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ثم وزيرا للنقل، ثم التعديل الجديد بدمج صناعة وتجارة إليه. صح. أيضا أعتقد أن هذه المهام حينما توكل لشخص أثبت كفاءته على مدى الفترة اللي فاتت الماضية، وكذلك المهام المسندة إليه، أيضا فكرة أن تكون هناك أو يكون هناك توجها نحو الكفاءات والخبرات
والقدرات المميزة. ليه؟ لأن القدرة المميزة التي استطاعت أن تحقق نجاحا في مجالها لابد أن تتقدم في هذا الإطار. صحيح. أيضا الدكتور خالد عبد الغفار ووجوده كوزيرا للتعليم العالي ثم قائما بأعمال وزير الصحة ثم الآن وزيرا للصحة، كل ذلك هو أيضا له كم كبير من الخبرات، وهو يحظى بتأييد ويحظى بقبول في الشارع المصري. ولكن دعينا أن نؤكد أن هناك أهداف وأولويات أساسية الحكومة مطالبة بها، وهي الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، لأننا في ضوء تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة. نعم، خلينا نوضح أكثر. عندما نذكر الأمن القومي المصري ليست فقط ممثلة في الحدود أو في القوات المسلحة أو في حروب أو كذلك، ولكن الأمن القومي المصري ممثل في الحياة الاقتصادية، في لقمة العيش للمواطن المصري، للحياة الثقافية كما ذكرت حضرتك، لصحة المواطن، كل هذه الأشياء ممثلة تحت الأمن القومي. أما أنا أقول لحضرتك على حاجة بس، لو حصرنا فكرة الأمن القومي المصري في التهديدات الإقليمية والدولية إحنا كده يعني بنتكلم في وجهة نظر قصيرة جدا. صحيح صح. الأمن القومي المصري يبدأ من الداخل، الاحتياجات الاقتصادية، القدرة على بناء الإنسان المصري، التعليم، المشاركة السياسية، الصحة، كل ده أمن قومي. ثقافة المواطن. نعم، يعني فكرة تعزيز الأمن، مواجهة الإرهاب، مواجهة الإرهاب الفكري أيضا، لأننا نحن الآن في عالم متغير كبير أمام تحديات إعلامية وتحديات تتعلق بالمنصات المعادية. نعم. وبالتالي مواجهة ذلك هو جزء رئيسي من الأمن القومي المصري. أيضا العمل على ملفات الثقافة، الوعي الوطني. صح. الخطاب الديني. كل ذلك يتعلق بالأمن القومي المصري. صح. صح. لأن كل ده في صالح وجدان المواطن المصري الذي يعني يتطلع إلى إعادة بناء. ونحن كم تحدثنا في هذا الإطار هي فكرة إعادة بناء وجدان الشعب المصري. دعنا نلقي نظرة أيضا عن المحافظين الجدد وقراءتك للتشكيل الجديد، وما هي أيضا أبرز الملفات التي تواجه أو تتصدر أولويات عمل المحافظين كإداريا ومحليا على المستويين؟ أولا دعينا أن نؤكد على شيء مهم جدا، أن قضية المحليات عموما هي قضية أساسية، وبالتالي الاهتمام في تعيين وزيرة للتنمية المحلية مشهود لها بالكفاءة، وقدمت تجربة كبيرة ومهمة في محافظة دمياط، هو أكبر دليل على المبدأ الذي تحدثنا عنه قبل قليل، توجيه الكفاءة، اختيار الكفاءة والقدرات المتميزة وتسخيرها للهدف المنشود في هذا الإطار. معظم المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية على مدى السنوات الخمس الماضية هي في المحافظات بالكامل، بل أنه هناك محافظات استحدث مبدأ الجديد في الركن المجاور لها، يعني دمياط الجديدة، سوهاج الجديدة إلى آخره. هذا الكم الكبير من المشروعات والكباري والنقلة النوعية الكبيرة في المحافظات. أيضا المحافظات كلها هي تمثيل للمجتمع المصري، يعنيها بالدرجة الأولى الموقف من مراقبة السلع التموينية، وده شيء مهم جدا، وهذه تأكيدا هذه من سلطة المحافظين بالدرجة الأولى، لأن فكرة الأسعار والوقوف أمام هذا الشبح الكبير الذي الرقابة على السوق، الرقابة على الأسواق، هذه من سلطة المحافظين بالدرجة الأولى قبل أن تكون سلطة وزارة التموين أو سلطة الحكومة عموما. وبالتالي لابد أن يكون المحافظ متعاملا بشكل كبير ولديه قدرة استيعابية. صح. للشارع المصري. المحافظ بيمثل رئيس الجمهورية في منطقته. المحافظ هو ممثل للدولة. للدولة. ممثل للدولة المصرية بكل أشكالها. وبالتالي هذا المحافظ مطلوب منه
خاصة أنه حتى الآن لا توجد مجالس محلية، وبالتالي رأس الدولة في هذا المكان هو المحافظ الذي يقوم بتمثيل الدولة، وأيضا هو يمثل المجالس المحلية غير الموجودة، وبالتالي المحافظ لديه يعني قدرة كبيرة، لابد أن يكون لديه قدرة كبيرة على التعامل، قدرة على الاستيعاب واستيعاب الأفكار المختلفة، لأن استيعاب الشارع المصري في حد ذاته هو هدف للدولة المصرية. نعم. أن نستوعب أفكار الناس وأن نقدم جديد ونستمع إليهم أيضا. ما هو نستمع إليهم، هو فكرة الاستيعاب قائمة بالأساس على الاستماع. نعم. الكاتب الصحفي شريف عارف، شكرا جزيلا لك.